يا مصر صباحك نور، من بارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله، ولا عاوزين إلا رضاه، وانطالت بينا حياة هتكون أروحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك، وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور. الجرح خلاص هنزيله، ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور، هنلف في كل ربوعك، ونفرح كل نجوعك، خططنا نشبع جوعك، ومشاكل سر ومرور، ومشاكل سر ومرور. أمي لابد تزول، للفقر لقينا حلول، وفساد هيكون محلول بقانون على الكل يدور. واحدة أكون إنسان، في البر نكون فرسان، في البحر ماهوش غرقان، في الجو شبابنا نسور. يا مصر أمان عليكي، تمسحي دمع عينيكي، وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور. حبيبتي يا مصر، مصر يا مصر حبيبتي يا مصر، مصر يا مصر حبيبتي يا مصر. يا مصر صباحك نور، من بارك تاني عبور. محمد سعد عبد الرؤوف، انا من مواليد 64 من طنطا. حضرتك مسؤول مسجد فجر الاسلام، انا بشتغل محاسب في شركه الكهرباء، انا معايا دراسات اسلاميه، ومعايا تمهيدي ماجستير في الاقتصاد الاسلامي، وان شاء الله داخل ماجستير باذن الله عز وجل ان شاء الله، ومرشح ان شاء الله على قائمه حزب النور في طنطا، اول طنطا ان شاء الله. طب حضرتك هنا يعني بتمثل حزب النور هنا، طيب الدور اللي بيأديه حزب النور هنا في القافله دي ايه اللي بيقدمه للناس؟ احنا هنا في القافله هنا الطبيه بنقدم خدمات طبيه كبيره جدا، وبعدين ديت اصلا مش عشان خاطر الانتخابات، احنا بنعمل كده من قبل الانتخابات بكتير. يعني حضرتك احنا اول ما قامت الثوره عملنا قوافل طبيه في شارع البحر، وعملنا في كل انحاء طنطا، في سيجر والعجيزي والسلخانه قبل كده، وعملنا في سبربير، وعملنا في شنطه، وعملنا في كفر الزيات. الموضوع اصلا مش مرتبط باي انتخابات، يعني الموضوع اصلا مرتبط ان احنا بنقدم خدمه للناس، وبعدين بنقدم لهم خدمه ان شاء الله جيده، دكاتره اساتذه الجامعه، بنقدم لهم العلاج مجاني وتحاليل، وبنعمل اشعاعات. يعني احنا بنعمل خدمه متكامله لكل الناس، مش مقصود بيها اصلا الانتخابات، دي حاجه الدعوه بتعملها والحزب بيعملها بصرف النظر عن الانتخابات. احنا ان شاء الله بنعهد الناس باذن الله عز وجل ان احنا بنقدم الخدمات، سواء دخلنا مجلس الشعب او من غير مجلس الشعب، او سواء الانتخابات ديت او بعد كده كمان، ان شاء الله احنا بنقدم خدمات على طول للناس، مش مرتبطين بوقت الانتخابات. واحنا اصلا بنقدم كمان قوافل غذائيه وقوافل دعويه ومعرض نسائي، دي طبعا كلها مش مرتبطه بالانتخابات. وان شاء الله عز وجل باذن الله الناس هتشوف كده بعد الانتخابات ان العمليه ديت ماشيه ومستمره، ومش هتقف على وضع الانتخابات اللي هو الشهر دوت ولا بس، لا ان شاء الله الموضوع ده ماشي باستمرار. طيب انا شفت هنا كده تخصص يعني عظام وبطنه ومخ واعصاب، كل التخصصات اللي موجوده دي كلها كانت، هل في مقابل مادي هم بيدفعوا الناس؟ لا الحمد لله، بعمين كل شيء الدكاتره هنا الحمد لله متبرعه بجهدها، وكمان العلاج بياخدوه مجاني، والتحاليل مجانيه، والسونار حتى مجاني، كل شيء هنا مجاني.
طيب انا لاحظت ان في ان القافله مقسومه لجزئين، جزء رجال وجزء نساء، يعني ايه دور المراه معانا هنا في القافله؟ وده الحمد لله اكبر دليل ان احنا بنقول ان السلفيين بيقولوا هيقعدوا النساء في البيت او كذا وكذا. لا بالعكس، احنا معانا هنا الحمد لله دكاتره لابسين نقاب ودكاتره عاديه، والحمد لله الدكاتره هنا بتشتغل، بدليل ان احنا بنرد على الناس ان المراه اصلا شغاله معانا وفي كل حاجه، حتى كانت بتساعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وفي علاج المرضى. فاحنا الحمد لله النساء عنصر فعال جدا معانا في الدعوه السلفيه او في الحزب يعني، وان شاء الله عز وجل يعني الناس هتشوف بعد كده كمان ان المراه دورها كمان هيتفعل اكتر من كده بكتير. طب كلمه اخيره حضرتك توجهها لاهل الدايره بتاعت مركز طنطا. والله انا بوجه كلمه لاهل الدايره ان هم ينتخبوا الاصلح والافيد والاحسن لدين الله سبحانه وتعالى. نشكر جدا حضرتك، جزاكم الله خيرا. وتحط يا مصر ايديكي في ناس محترمه يا سيدي، ناس بيقوموا بالواجب وماش مخلين وراهم ورا بجد يعني. والله جزاكم الله خير في اللي عملتوه ده كله. والله للشعب، الشعب كله شوف كله تعبان وبياخد علاج اهو. مصر يا مصر حبيبتي، يا مصر مصر يا مصر حبيبتي.